انظروا الهدف الآن وين في تعريف الإيمان هنا، حقيقة شرعية ينازعون فيها. ما ذكر الله الإيمان إلا مقرونا بالعمل في آية كثيرة، وإذا لم يقرن بالعمل تفصيلا ذكر بالتقوى، بالبر، بالإحسان، بكذا بكذا من المصطلحات الشرعية. وكل هذا يدل على إيش؟ أن الإيمان مقرون بالقول والعمل. طائفة قالت الإيمان قول، وأخرى قالت معرفة في القلب، وثالثة قالته أيضا قول ومعرفة. وعندهم بناء على هذا التعريف فرعون مؤمن وإبليس مؤمن والمنافقون مؤمنون. انظر كيف الهدف على حقيقة الإيمان، خرب حقيقة الإيمان هذه حتى يضلون الناس. حتى تعرف أن هذه الحرب مركزة على الحكم وعلى العلم وعلى الحكام وعلى العلماء. فلذلك برأ أهل السنة والجماعة الأئمة رحمة الله عليهم من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في رد هذا الأمر. قالوا الإيمان قول باللسان، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، واعتقاد بالجنان، والذي جاء بالصدق وصدق به، وعمل بالأركان، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، الذين عن اللغو معرضون، الذين هم للزكاة فاعلون، الذين بفروجهم حافظون، إلى آخر الآية. افردوا هالشبهة هذه بالآيات المحكمات والأحاديث الصحيحات والمأثور عن السلف الصالح.